هلا والله فيكم، انا ليث وجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم يا جماعه احنا بلعبه روبلوكس في ماب الهروب من الكابوي. زي ما انتم ملاحظين هذا الكابوي راح نهرب من عنده، يعني من الاماكن اللي هو حاشرنا فيها او حابسنا فيها، وزي ما انتم ملاحظين معاه حبل وهيك شيء. فاليوم حنحاول نهرب منه ونحاول برضه نقتله. فبس قبل ما نبدا، مشاهده ممتعه للجميع ويلا نبدا. فبسم الله يا جماعه نضغط بلاي. فيها انا وضعين، وضع الايزي ووضع الهارد. اليوم حنلعب وضع الايزي اللي هو الوضع السهل، وخلنا نضغط عليه ونشوف وين راح يوسبنا. وسبنا في هذا المكان اللي هو في بدايه الماب. زي ما انتم ملاحظين هنا الدونات بتقدر برضه تدعموا صاحب الماب، وهنا ريكورد للعالم او الماب، يعني وضع الايزي والهارد مين اللي جابوا فيه مستويات عاليه او وقت قياسي. لانه انتم ملاحظين تحت في تايمر قاعد بعدل، بيجي وقت قياسي وبسجل بيجي هنا يعني اسمه وهيك شيء تمام. فهسه خلينا ناخذ المصاري هاي اللي حاطينها، لازم قال نجمع 30 منها. فخلينا نيجي ناخذ برضو هذا الكيس تمام، اخذنا هذا الكيس. وهسه نيجي ناخذ الكيس اللي هون، لازم نجمع الاكياس 30 كيس لانه هيك بده صاحب العالم. فخلينا ناخذ الكيس اللي هناك كمان، يلا كيس المصاري. كيس المصاري يعني اكيد بكون فيها مصاري بس الى هدف معين، فان شاء الله راح نعرفه لما نخلص الصعوبه اللي احنا فيها هاي اللي هي السهله. خلينا نشوف اذا في كمان اكياس او لا. او في كمان كيس انا مخبينه على الزاويه تمام. هل بقدر اطلع فوق اذا في كياس او لا؟ فانا مش عارف ولا متاكد بصراحه، بس اتوقع ما في. خلينا نجي هنا نشوف. لا ما في، لانه في خط مخفي محطوط. شوفوا كيف الكابوي، الكابوي هذول بسرعه لازم نجري، بلاش هسه يطبوا فينا. شوفوا الكابوي طلعوا كيف راكبين على حصان وبيمشوا هيك فيه وبيعملوا حركات كثير تمام. خلينا نجي نشوف هنا اذا في كياس او لا. في هنا كيس، خلينا ناخذ كيس المصاري هذا. او في هنا اشي؟ لا ما في اشي. فكرت يكون هيك حاطين مخبأ او اشي واحنا مش منتبهين عليه ويكون جواته شغلات ثانيه. في اشي هون؟ اوه طلعوا كيف، في كيس مخبيينه هنا. طب في اشي فوق ولا ما في؟ فخلينا نشوف اذا في اشي فوق. نطلع على هاي شو اسمه العربه تمام، نطلع فوق البيت. خلينا نشوف اذا في اشي. لا فيش اشي صح. اه ما بقدرش انط اعلى من هيك تمام، ما بقدر انط اعلى من هذا المرتفع. وهسه نشوف اذا في هون اشي. او في هنا كيس مصاري وهيك اخذنا هذا الكيس. فهسه اتوقع لازم ندخل على الباب ونبلش الباب كرات والشغلات اللي حيعطونا اياها. هسه خلينا نضلنا ماشيين وناخذ هذا كيس المصاري تمام. في اشي ورانا ننتبه؟ لا ما في اشي. نطلع من هذا الباب ناخذ برضو كيس المصاري هذا اللي هون ونشوف اذا في هنا اشي. لا ما في هنا كيس مصاري. نلعب الباب كوب هذا يعني شوي سهل علينا تمام. اوكي كويس كويس والله وضعنا. في هنا كيس مصاري؟ لا ما في. خلينا نيجي نمشي من هاي الخشبه. اوه ما انكسرت والله، انا متوقع انها تنكسر بصراحه فمش مشكله. هسه خلينا ننط هنا وننط هنا. في هناك طلع الكابوي، هناك رجل الكابوي، هناك اكيد راح يلحقني. في هناك انتم ملاحظين في مفتاح وفي هناك مصاري، فخلينا ناخذ المصاري بعدين نبلش ناخذ المفتاح تمام. هسه ناخذ لا ناخذ المصاري تمام. هسه نبلش ناخذ المفتاح. يا رب ما يلقطني، شوي شوي يلقطني تمام، شوي يلقطني. اوه اتزحلق بموزه مات كانه قام، تهيألي ولا كأنه قام، حسيت انه قام يعني لما اجيت جنبه يعني بعد ما تزحلق، فاشي بخوف بصراحة. نمسك المفتاح ونضغط هنا او لحاله بنحط، يعني فيش داعي نضغط. الهنت هذا لازم نطفيه كل شوي، الهنت راح يقرفنا تمام. في هنا شوية مصاري لازم نضغط حرف الاي علشان ناخذها. فخلينا ناخذ كيس المصاري هذا ونضغط هنا حرف الاي، او بالماوس نضغط يعني نفس الشيء بالماب تمام. نضغط هنا بالماوس عشان المصاري هاي ناخذها، ونضغط هنا بالماوس عشان ناخذ هاي المصاري اللي هي مكتوب هنا 1000 تقريبا. احنا كسبنا ماخذين 750 وناخذ هاي المصاري، وهيك بنكون اخذنا كل المصاري المطلوبه ناخذها من هذا المكان. وهسه لازم نعدي في هناك يعني عربتين. اوكي في كانه شيء على الارض فمش مشكله. خلينا ناخذ المصاري اللي هنا، اخذنا هيك مصاري سنة من جمعين 14 كيس من اصل 30. فخسه خليني نيجي هنا. اوه طلعنا كابوي من تحت الارض تمام، وقالوا لنا انه مسكناك وهيك، انه انت مين وانت متطفل وهيك اشي. فانا قلت لهم ان انا كنت ماشي وهيك، فهيك اتوقع حبسوني في الزنزانه تبعتهم، حبسوني في الزنزانه تبعت الكابوي تمام. إيه كيف نطلع؟ ما بيطلعش من هنا. طب نط بزبطش. طب في كياس مصاري، في هنا لوحه هو عليها صورتي، في لوحه عليها صورتي انتم متخيلين هيها، في صوره بس جنبي فمش مشكله. هسه خلينا نمشي نضغط على هذا الاشي الحديد تمام. هيك كسرنا الحديد، فخلينا نضلنا ماشيين هنا. شوفوا الكابوي، رجل الكابوي نايم ويعني بسابع نومه. وفي هنا كي جنب الكي، الكي ما بقدر اخذه مشكله.
لا ما بقدر اخذ الكي، لازم اطلع من النافذة اللي هي محطوطة الي، نضغط انا على حرف الاي او بالماوس وهيك طلعنا مباشرة من هذا المكان. تمام خلينا نجي ننط هنا وننط هنا. تمام وفي هناك كيس مصاري خلينا نروح ناخذه. تمام لازم اجي عليه، فكرت انه بالماوس يعني نسيت انه بقدر اخذه عادي. اوه في هناك اي لحطه، شفتوا كيف لمحت كيس مصاري؟ بقول في كيس مصاري. طب في اشي من ورا؟ لا ما في اشي، يعني خيالي واسع، بلكي كان في. تمام نيجي من هنا وننط على البراميل هاي ونعدي زي هيك بسرعة. تمام كويس كويس، هسا دور الجسر هذا نعديه. يعني انتم متخيلين انا بدي هذا الجسر؟ يعني طلعوا علي كيف راح اعدي، بس باجي من هنا وقال هيك انه انا هيك عديته. متخيلين موضوع جد ايزي، يعني انتم متخيلين يعني الوضع كيف معي. تمام في هناك كأني لمحت كيس مصاري من ورا، فناخذ هذا الكيس. تمام ونشوف اذا في كيس غيره او لا من الجهة الثانية. اوكي متأكد انه اذا نطيت ورا ما حلاقي كيس، فمستحيل يعني يحط ورا كيس صح بالعالم. فهسه خلينا نضغط على الزر المطلوب نضغطه. طب هذا الباب بيفتح اشي؟ لا ما بيفتح. تمام نستنى القطار لعند ما يجي. تمام يا يجي القطار وهذا الباب فتح، يلا ندخل. وين هسه بده ياخذنا؟ يا رب يطلع لنا شغلات حلوة. اوه اخذنا هنا جوا قطار بيمشي، فهسه لازم امشي شوي شوي. اوه نظبط الزوم. تمام وهسا لازم اطلع هون مباشرة. في قسم مصاري وراء؟ لا ما في. فيش اشي برضو تحتية، بس ننتبه من باب كوب الخشب هذا والنط انا. اوه في نمر كمان، حاطين جايبين نمر كمان، والله يعني مزبطين عاملين كثير شغلات. تمام نيجي نط هنا شوي شوي، الخط الاحمر ما نلمسوش طبعا مبين لانه مميز. في اشي هون؟ لا ما في كياس مصاري، خلينا ننط مباشرة. اوه في اشي هنا لازم اجيبه، بس خلينا اول شي ناخذ المصاري تبعونا. وهيك اخذنا المصاري، وخلنا نضغط هنا بحرف الاي نشيل هذا الاشي اللي هو اللي فحم، الفحم الحجر شلناه. تمام هسه وين بده ياخذونا؟ وقف القطار، وقف فينا القطار هون. بس خلينا ناخذ كياس المصاري قبل ما نعمل اي شيء، لانه لازم زي ما قلنا نجمع 30، واحنا هسه مجمعين 19. بلكي كان في جوا كمان، يعني نشوف اذا في ولا لا، في ولا لا، في ولا لا. لا ما في، ما في، خيالي واسع زي ما قلنا، يعني مستحيل تلاقي جوا كمان. خلينا نشوف اذا في اماكن ثانيه نط هنا. لحظه كانه ما في. ما في، يعني هيك كنت اقتل حالي ببلاش، لانه هذا المكان مش مبرمج انه يكون كاشي يعني ابكي عليه. في هناك كيس فوق مصاري، خلينا نروح ناخذه بسرعه. يلا تاخذوا كيس المصاري اللي فوق، في كمان ولا لا؟ ولا لازم ندخل؟ خلاص شكله لازم ندخل. تمام لا ما في، ما في. ليث نط، مشكله ممنوع نط. لا متت، شفتوا النطه بتموتك من فوق، كنت عارف انه ممنوع نط. اوه بس بنت جوا، يعني انا كنت برا. هي شوفوا القطار برا، هسه انا هيك صرت جوا. طلع اوكي في الكابوي، يلا بقدر انط. ممنوع. طب هم بطخوا ولا؟ اوكي خلينا نعدي بسرعه. يا ليث عدي 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 من عندهم. كيف متت؟ مستحيل، يعني من ايش متت بالضبط؟ انا ما شفتش من شو متت. اوه خلينا نستناهم لعند ما يطلقوا الضربه تبعتهم. تمام يلا نضلنا ماشيين. اتوقع هاي اللي قتلتني اللي هي الشوكه هاي، فهل بنقدر ننط من هون؟ لا ممنوع النط، لازم ننتبه. تمام نيجي هنا، في هناك كيس مصاري، خلينا نروح نيجي ناخده. هيك اخذنا، صرنا مجمعين 21 كيس مصاري، ويا رب. تمام هيك ما متناش الحمد لله. وين لازم نروح هسه؟ هناك ناخذ كيس المصاري هذاك اللي هناك. يلا ليث خذ كيس المصاري. تمام اخذنا كيس المصاري، في اشي غيره هنا؟ لا ما في، مش مبين اشي نقدر ناخذه بهذا المكان. تمام يلا نضلنا طالعين، في هنا السلم، يلا نضلنا طالعين على السلم. وفي هنا شوكة ننتبه منها. اوه ننتبه، نط هنا. اوكي كويس، ونط هنا. تمام الشوك هذا ننتبه منه لانه قتلنا قبل هالمرة الشوك. يلا نيجي ندخل على هذا الباب ونشوف في هنا كيس مصاري ناخذه. تمام والله كيس مصاري، يعني كسرنا مجمعين كمية كبيرة، 23 من اصل 30. في هيك شيء على الطرف، يعني بلكي كان على الارض شيء، بس الارض انا راح تموتني لانه عاملين لي باب كور، اكيد الارض راح تموتني طول ما في باب كور، يعني انط عليه زي هيك قدامكم. يلا خلينا نضل ماشيين ونشوف شو في قدام. فيها السبارة بتموتني؟ والله بتموتني، كنت متوقع انها ما تموتني بصراحة، ما توقعت انها تقتلني. عداني من بعد السبارة. منيح انه نبهني انه هذا الرمل بقدر امشي عليه، وانه الرمل هذاك بنمشاش عليه لانه لونه غريب. طلعوا كيف، فكويس انه يعني متت، منيح انه متت، يعني كنت راح انط اماكن غلط واموت. تمام في هناك هيك اكياس مصاري حوالي؟ لا ما في، خلينا ننط هنا وننط هنا وننط هنا. تمام هي في كيس هناك، خلينا نيجي. تمام اخذنا هذا الكيس ونلعب باب كوب الخشب. لا موتت، مش معقول اموت من الخشب، الخشب يموتني. طب يلا خلينا نرجع نعيد الباب كوب. تمام ونيجي ننط من هنا، ونيجي ننط من هنا، ونيجي ننط من هنا. لا 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 لا, لا. مش لهالدرجة اجي اموت من مكان سيل زي هيك، لا يكون عيدني اياه، عيدني اياه عن جد،
عيدني اياه، شكله مش لازم اموت هنا. كويس هيك عديت هذا المكان. هسه فيها انا خشب لازم نلعبه. شو لو بصيع منا خشب يعني؟ هذا اختار حظك. خلني اضغط على هاي. لا موتت مباشرة. طب مفروض تنكسر، مش ضروري تسحبني تعمل لي تي بي عليها مباشرة. هاي برضو هاي موتت. تمام ظل الثالثة على اليسار، نشوف شو هي راح تعطينا. اوكي زبطت معنا. هسه لازم نختار من بين ثلاثة، وحنختار الاولى هديك برضو نرجع نعيدها. او زبطت الحمد لله، نيح ما وقعني. تمام هسه وين لازم نروح؟ اه هاي الارضية اللي قلنا عليها انه بنقدر نمشي عليها. في هنا هيك اشي كيوس مصابي؟ لا ما في، ما في هيك. تمام يلا ضلت عين. اوه اعطونا اشي زي النار. وكويس كويس والله، يعني زي السبيد معطونا سبيد. تمام ورجلي بيطلع النار، فهسه لازم انتبه واجي هنا. في كيس مصابي هون؟ لا ما في. ليث نط فوق. تمام نط هان نط هان نط هان. كويس كويس هنا. اوه في كيس مصابي، وفي هناك طلعوا كيف الكابوي البوس، لازم انتبه منه الكابوي البوس هذاك. يلا مباشره حنبلش نجد فيه. يلا تعال تعال موت. كيف اضربه؟ ايوه ايوه موت موت. طلع اصوات غريبه. تمام يلا. ليش الطلقه بتيجي عكس المطلوب؟ بديها تيجي عليه يا عم. الطلقات هاي بتيجي غلط. موت. هي ايوه اجت عليه الطلقه. موت. كويس اوه برضو طلقات، برضو طلقات لازم ننتبه منه. يلا موت. ايوه كويس كويس كويس. موت موت. كويس اجت عليه الطلقه هاي، بس لازم ننتبه. يلا موت. كويس اجت عليه، بس لازم ننتبه هسه بلاش يضربني برجله او اشي او يدمجني. هذا ايش بيدمج ولا منظر؟ لا هذا منظر الحمد لله، بس بيبطئ. انتم لاحظين بطاني؟ يلا موت. كويس هيك يعني صرنا مضيعين منه كثير دمج قبل ما نوصل لنص دمجه. طلعوا كيف الوحش عنده عيننا يعني حمبه. اوه ننتبه يلا تنتبه. تمام موت انت. يلا كويس ضلنا شوي ونموته. يلا يلا ضلنا ما ضلنا شيء. اوه عكس للضربه. ولازم تنتبه لي تنتبه تنتبه لي يعني اذا بقتلك اذا قربت عليه كثير. تمام موت. ايوه هيك قتلنا، ضلنا سن اقل من نص دمجه. تمام يلا كمان واحده خذ لك. تمام هاي قربنا الموت، بس لازم ننتبه اتجاه الام. يلا موت. ليش اتجاه الام غلط؟ في عنده مشكله. اوه انتبه دمجني كثير. تمام دمجني شوي من روحي. يلا ننتبه يا ليث. يلا موت. يلا ضلك شوي ويلا وتموت وموت. كويس كويس ضل له ايديه تنتين شوي ويموتن. يلا موت. اوه مشكلتي ان الطلقه بدها ترجع. لا ممنوع اجي هون عشان هيك الطلقه بترجع ولا التصويب تبعي عندي غلط. نط يا ليث هون نط. ايوه كويس ضل شيء ونموته شوي ونموته. كويس كسرت ايده الحمد لله. ايوه ايه مات مات خلصنا منه. اوه فجرناه طلعوا كيف مات. اوه كويس والله. طب يعني متاكدين لازم العب هذا يعني مش لازم امشي هيك على الطرف؟ خلني امشي على الطرف يعني شو بصير يعني لو مشينا على الطرف؟ هو يعتبر غش نوعا ما، بس انه خلص مش مشكله. فهناك كيس مصاري خلينا ناخذه. يلا كويس هيك اخذنا كيس المصاري. والله شكله مطولين احنا في الماب. تمام او في الصعوبه هاي. شوف شوف شو في تحت. في باب كو ولا والله انا خايف يكون في اشي تحت فنط هنا. ممنوع. فكرت انه حلاقي لي كيس اشي مخبيينه تحت، بس للاسف مش مخبيين اشي. دخلوني مباشره اوتوماتيك، بس باش يكونوا علي شوية اكياس. اذا هو تخيل يبوا علي شوية اكياس من وراهم فعلا راح اعصب. تمام اخذنا 27 كيس. خلينا نيجي هنا، في كمان كاس ولا لا؟ اوكي خلينا نضلنا ماشيين من هذا الباب كور، ونيجي هنا ننط هنا على العربه هاي، ونضلنا هسه ماشيين لقدام. وفي هنا طلعوا ببركان، في هناك كيس عشان يصير 29 كيس ونجيب الاكياس كلهم كاملات. تمام يلا نطلع هنا وناخذ الاكياس هاي. اخذنا الكيس الحمد لله، وعدينا المكان صار معنا 28 كيس. وخلنا نضل هسه ماشيين لقدام ونشوف ايش راح نلاقي. هسه صارت يعني 2D اللعبة او 2D ونص نقدر نقول، يعني شبه 3D 2D ونص. كويس خلينا ناخذ هذا الكيس. تمام 29 كيس الحمد لله. تمام ليش لساتني قاعد برسبن؟ المفروض اكون برسبن ومخلص. تمام الكيس الاخير. اوكي هيك صرنا مجمعين الكيس الاخيره، بس عندي فكره خلينا نموت لانه مش برسبن انا صح او هيك، لانه السبون تبعي غلط فلازم ابسبن بشكلي. هي بسبنت. صرنا مجمعين 30 كيس، يعني ما شاء الله جمعنا كل الكميه المطلوبه. مش شايف ما انا، ما انتم حاطين صبابه بوجهي يعني بوجه الشاشه اللي بشوفها فيكم اصلا قاعد بالماب تبعكم. فغصني اشي لونه احمر ووجه وهيك، فهسه لازم ننتبه. لازم انتبه ليث عند ما هو يقع، بعدين برجع اطلع، بعدين ببلش هسه ارجع امشي. تمام خلينا نستنى لعند ما هو يخلص. يلا شوي يلا شوي وافتح. تمام يلا خلينا نضلنا ماشيين. لازم هسه نستنى الثاني لعند ما ينزل ويرجع يطلع. يلا انت الثاني انزل وارجع اطلع. يلا 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 يلا. شو وقت معانا؟
او يلا هي راح هسه نبلش بالثالث. يلا اطلع اطلع اطلع، هي طلع الحمد لله، ونبلش ببابع. يلا اطلع انت كمان، يلا او هي طلع كويس، هيك احنا انجزنا يعني تمام، ونظلنا هسه هيك ماشيين لقدام. او باب النهايه شكله هيك فزنا بالمكان هذا اللي احنا فيه، وخلصنا. الريكورد تبعي انا وين يا عمي؟ انا التايم عندي 14 دقيقة، انا كثير بصراحة، انا مش موجود بالتايم اوت تبع الايزي، في ناس يعني سابقيني كثير، بس مش مشكلة. المهم يعني في هذا الباب وقلنا لازم تجمع 30 كيس علشان تاخده، فخلنا نشوف شو هذا الباب وهذا المكان كيف ادخله. اوه شو طلع لنا؟ يا رب يطلع لنا اشي حلو جدا واشي نستفيد منه. شو صار؟ يلا ايش صار معنا؟ الشاشة لسه لونها اسود، خلنا نستنى شوي بلكي طلعوا لنا اشي يعني نستفيد منه. اوه طلعوا لنا في مكان حلو، اوكي هذا المكان يعني جواته شويه صبابات وجواته شويه شغلات. شو يعني هاي؟ يعني ايش هاي؟ شو بتعمل؟ اوه اخذت اشيفمنت، اخذت اشيفمنت اني فزت في الماب كامل، والله اشي حلو. شو اللون الاسود بيعمل هنا؟ اوه بقدر ابني، والله كويس كويس، بس خليني هسه اطلع، لازم اطلع. اوكي ايوه الحمد لله، هي يعني هيك راح يطلعني عشان يعني ننهي الفيديو ونعمل نهايه الفيديو، المقدمه تبعت نهايه الفيديو. يلا يلا اطلع. اوكي نشيل هاي عشان مش راح نستعملها يعني واحنا بنعمل بالنهاية الفيديو اللي هي الوداع او الختام. فخلينا نجي هنا نشوف. الى هنا يا جماعة وصلنا لنهاية هذا الفيديو، اتمنى هذا الفيديو يعجبكم وهذا الماب عجبكم. احكوا لي اذا الماب عجبكم عشان العب يعني الصعوبة الهارد من الماب، لانه الصعوبة الهارد ما بتوقع انها تكون بالسهولة هاي. فبس كان معكم ليث جيمينج 0000 ومع السلامة.